ضربة قاسية على أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية ومباشرة بعد الحدث هذا الحدث الملك محمد السادس عطى الأوامر ديالو. في خبر آخر غادي عن على المملكة المغربية اللي كتستعد لفتح خطوط بحرية تجارية وسياحية مباشرة مع البرتغال والمملكة المتحدة في خبر آخر غنتحدثوا على فرنسا اللي كتلغي المساعدات الطبية للمهاجرين غير النظاميين أخيرا غنختموا الفيديو ديالنا بهذا الخبر هذا سفراء ديال اسبانيا والمغرب غادي يتم الاتفاق على امر مهم جدا ما بين الدولتين كيخص السفراء المعتمدين سواء في الرباط او في مدريد هذه هي الاخبار ديالنا اليوم الى كانت كتهتمك المواضيع بقى معنا للاخر باش تعرف التفاصيل <applause> السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام زوار موقع المهاجر نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده وفي احسن الاحوال نهايه اسبوع موفقه للجميع وعلى بركه الله باهم العناوين ديال الاخبار اللي بدينا بها اليوم واولها غادي نبداو بهذا الخبر هذا ضربه من طراز الرفيع ميليشيات البوليزاريو اللي كانوا كيحلموا انهم يحضروا في القمه ديال السعوديه بطبيعه الحال تم الغاء كل شيء وهذا الشيء هذا ما جاش من فراغ كما عرفتو المملكه العربيه السعوديه دوله اللي كتقدر المملكه المغربيه واللي عارفه المصالح ديالها مع المملكه المغربيه واللي عارفه الحجم ديال المملكه المغربيه ويستحيل انها تطيح في المستنقع اللي طاحت فيه تونس تونس اللي وزير الخارجيه ديالها السابق خرج مؤخرا واعترف بالخطا ديال رئيس دوله تونس اللي خسر العلاقات مع دوله قويه من اجل يعني اغراءات جزائريه وياريت تكون تحققات ديك الاغراءات الجزائريه مباشره من بعد هذا الخطا التاريخي اللي تبيضق فيه كيف ما كان الرئيس التونسي وخرج يعني تلاقى زعيم ميليشيات ارهابيه في المطار ما الرئيس الجزائري ملي كي كيجي في الخفاء ويدوزو نيشان يتلاقاه في سبيطار ولا يجي عليه ولا فالرئيس ديال تونس خرج يتلاقى زعيم ميليشيات ارهابيه واش السعوديه غادي تطيح في هذا المستنقع هذا يستحيل السعوديه انها تطيح في هذا المستنقع هذا وكما قلناها سابقا قلنا انه يستحيل ان البوليزاريو تكون حاضره في القمه هذيك لكن البوليزاريو مشات بعيد ما انتقدات انتقدت السعوديه وما انتقدت غير السعوديه انتقدت حتى هضرات ماشي انتقدات هضرات باسم الاتحاد الافريقي وفي وسط الاتحاد الافريقي اغلبيه ديال الدول كانت رافضه الحضور ديال ميليشيات البوليزاريو علاش لانها ليست دوله والاتحاد الافريقي كيقولها بصريح العباره كيقول لك ان الدول الاعضاء اما ميليشيات البوليزاريو هو خطا تاريخي اللي تسببت فيه الجزائر الاتحاد الافريقي ودخلته في احراج كبير ورجعوا للتيكاد سنه 2022 صيف 2022 تيكاد نهار الخطا التاريخي كما قلنا لكم اللي الاتحاد الافريقي ذاك اللحظه هذه كانت الرئاسه عند, عند رئيس دوله السنغال وخرج قالها قال لهم الخطا اللي خصو يتصلح ما يمكنش الاتحاد الافريقي يبقى كيطيح كي في هاد, في هاد, في هاد في الاخطاء هذه ما يمكنش الاتحاد الافريقي يبقى يطيح في الاخطاء ديال انه كل مره يتحرج هذه ماشي دوله طرات مع الاتحاد الاوروبي القمه الاوروبيه في القمه الاوروبيه جاو بحل البيادق وبقوش تما كيدورو فيهم تشي واحد وخرج الاتحاد الاوروبي بواحد البلاغ كيقول كي انه لا يستقبل هذا الكيان لانه لا يعترف به كدوله بعكس المملكه المغربيه مرحب بها دائما في القمه الروسيه كذلك لم يتم استقبالهم وتحيدوا طريق الطريق واخا الجزائر دارت يعني سابع المستحيلات ديالها باش تخلي يعني الابناء غير الشرعيين ديالها يكونوا حاضرين تماك وما حضروش ها هي المملكه العربيه السعوديه كتختم مره اخرى وكتبين الخطا اللي طاحت فيه تونس اللي متاكد كون يرجع الزمن الوراء ما يكن غادي يعاود يرتكب هذا الخطا هذا لانه عرف مع من كيتعامل لانه خدا اكبر صفعه مباشره من بعد ما طاح في الفخ خرجت الجزائر واختلقات هي وفرنسا القضية ديال بوراوي باش يقطعوا الغاز على تونس وفعلا تقطعوا الغاز على تونس وتسببوا لها في مشاكل كثيرة ناهيك على ان الحدود من تفتحات وهجموا عليهم الناس اللي كيشدوا الطوابير خواو لهم السوبر مارشيات ان تونس ما ديراش القضية اللي دايرها الجزائر ديال الطوابير فالناس دولة صغيرة المواد الغذائية على قدها هجموا خواو السوبر مارشيات وبقوا الناس كيعيشوا ازمة غذائية حقيقية الملك محمد السادس بطبيعة الحال مباشرة من بعد هذا القرار اللي أخذته المملكه العربيه السعوديه عطى الاوامر ديالو باش يكون تمثيل في هذا القمه الرئيس الحكومه عزيز اخنوش وزير الخارجيه المغربي ناصر بوريطا يمشيو يمثلوا الملك محمد السادس في هاد القمه العربيه الافريقيه واللي بطبيعه الحال كانت كتمنى الجزائر كتمنى كتمنى تحضر البوليزاريوم على العرب باغا تدخل البوليزاريو مع العرب صحة وجات هذه فرصة قمة عربية افريقية خصني ندخل البوليزاريو كانت كتمنى في في, في, في القمة ديال جميع الدول العربية انها تحضر الميليشيات الوهم ما عمرها نجحات وما عمرها قدرات وما عمرها انها تحقق هاد الرغبة اللي عمرها ما غادي تحقق ليها وندوزو الخبر الموالي متابعينا الكرام وهنا غادي نمشيو على استعداد المملكة المغربية لفتح خطوط بحرية تجارية وسياحية تجارية وسياحية ما بين مباشرة مع البرتغال وإنجلترا يعني قد يولي المواطن المقيم في إنجلترا يقدر يقبض العبارة ويدخل المملكة المغربية بحال داكشي ديال سيت طنجي بحال داكشي ديال جينوفا طنجي هذا هو المبتغى وكذلك من البرتغال تكون خطوط بحرية تجارية وسياحيه وهاد المسأله تاع التجاريه غادي تخلق استثمارات كبيره بالنسبه للمملكه المغربيه يعني المغرب مقبل على ازدهار اقتصادي واعد سرع فوز الترشيح المشترك لتنظيم مونديال 2030 من وتيره الاستعدادات من الجانبين المغربي والبرتغالي لفتح خط بحري مباشر يربط مدينتي طنجه على الساحل المتوسطي وبورتيماو على الساحل الاطلسي مصادر موثوقه كشفت ان الخط البحري المباشر مع البرتغال سيرى النور خلال السنة المقبلة، حيث ستشرع شركات مغربية وبرتغالية في استغلال الخط التجاري الذي سيخدم السياحة بين البلدين، كما سيشكل رافعة جديدة لتطوير علاقات البلدين في أفق تنظيم- التنظيم المشترك لمونديال 2030، وكان الخطاب الملكي السامي في الذكرى 48 للمسيرة الخضراء قد جدد التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لإحداث أسطول بحري تجاري وسياحي مغربي قوي، واستغلال الواجهة الأطلسية للمملكة. إلى ذلك أكد رئيس غرفة التجارة البريطانية بالمغرب ستيفن اور أمس الخميس أن من شأن تعزيز الربط البحري بين المغرب والمملكة المتحدة الرفع من وتيرة المبادلات التجارية بينهما وقال ستيفن اور خلال ندوة عبر الأنترنت نظمتها الغرفة تحت عنوان المغرب والمملكة المتحدة اتفاق يتطور إن تعزيز الربط البحري بين البلدين وتذليل الصعوبات عند عبور البضائع سيتيح للفاعلين الاستفادة بسهولة أكبر من الاتفاقية التجارية التي تجمع البلدين، وفي معرض تناوله للقطاعات التي توفر فرصاً أكبر للتعاون بين البلدين، أكد ستيفن أور أن الفلاحة والنسيج والقطاع الصيدلاني مجالات يمكن تطويرها بشكل ثنائي مشيراً إلى التعاون القائم بين قطاعي الطيران البريطاني والمغربي والذي عرف تقدماً ملحوظاً منذ سنة 2020. يعني هذا التقارب هذا مع المملكه المتحده المملكه المتحده اللي مباشره من بعد اه الخروج ديالها من الاتحاد الاوروبي اختارت المملكه المغربيه كاول وجهه وهنا فين غنعرفوا اه العداء الفرنسي من نينجا بريطانيا هي كاين واحد, واحد النقاش حاد ما بين بريطانيا وما بين ما بين فرنسا فرنسا عندها اصلا مشاكل مع كل الحدود ديالها مع اسبانيا من الجنوب مع كذلك بريطانيا مع المانيا مع ايطاليا مع كاع الدول المجاوره بها عندها يعني واحد الحزازات معها والاقبال ديال بريطانيا على المغرب كبوابه ديال افريقيا يثير حفيظه الفرنسيين بطبيعة الحال كما يعني يخلق داك 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 الغيرة على افريقيا تاع انك ما تقرب ليش من افريقيا نفس الامر مع اسبانيا اللي حاولت بشتى الطرق ابعاد يعني العلاقات ما بين المغرب واسبانيا لكن الناس عارفين بان البوابة الحقيقية هي المغرب اما البوابة الوهمية اللي خلقتها الجزائر اللي خلقتها فرنسا باش تبقى مسيطرة على افريقيا اللي هي الجزائر عرفوها لا وللافارقه وبالاخص هنا فاش كنهضروا على افريقيا افريقيا عرفت مزيان شكون هي الجزائر عرفت مزيان شنو القيمه ديال الجزائر وعرفت مزيان كيفاش الجزائر كتخدم المصالح الفرنسيه هادشي علاش كاع الدول اللي طردوا فرنسا ولات عندها موقف ولو عندهم موقف من الجزائر واخرها دوله النيجر اللي فضحات رئيس جزائري في احد المكالمات السريه اللي كانت عنده مع ماكرو انه كيتامر عليهم انه كيقول لهم كلام في وجههم وفي الغيبه ديالهم كيقول كلام اخر وهذه هي يعني النقطه التي أفاضت الكاس وهادشي علاش فرنسا رجعت عندها الجزائر ورقه محروقه يعني تقدر ترجع تفرض عليها السيطره كما كانت في السابق يعني قبل قبل الاستقلال المزعوم اللي اللي خدش الجزائر تقدر فرنسا ترجع تقول لك انا نحط يدي في اي لحظه علاش لان داك داك التوهيم اللي كانت تتوهم به المنتظم الدولي وكتوهم ان الجزائر عندها خيارات ديالها مره نشوفوا الجزائر كتميل للمعسكر الشرقي باغا تدخل البريكس مشاو عطاو كل قالوا حنا كندعموا السيد في الحرب ديالو على على اوكرانيا كنديروا 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 وفي الاخر ملي ما خرجوا والو هما رجعوا يردوا العلاقات مع اسبانيا رجعوا يردوا العلاقات مع امريكا رجعوا يقلبوا انهم يحسنوا الامور ديالهم الا مع المملكه المغربيه مازال غاديين في التعنس ديالهم علاش لان الاوامر الفرنسيه هذه هي الرغبه الوحيده اللي بقات عند فرنسا المضايقه ديال المملكه المغربيه ما بقاتش حاجه اخرى فخصهم يطبقوا الاوامر ديال الاسياد ديالهم اللي كيعطيوها لهم حاليا لكن المملكه المغربيه قادره بفرنسا وقادره بالجزائر الحمد لله كما كنقولوا حنا المغاربه بالدرجه ديالنا فران وقد حوبه وندوزوا الخبر الموالي متابعينا الكرام هنا على فرنسا وغادي فرنسا مع فرنسا مره اخرى اللي انها تلغي المساعدات الطبيه للمهاجرين غير نظاميين امر اللي كيخالف تماما القواعد ديال الاتحاد الاوروبي وديال حقوق الانسان لين باغا توصل فرنسا من هذه المضايقات ديال هاد المهاجرين وتحديدا لهذا النوع ديال المهاجرين غير نظاميين عدة نا... نا... ناس اللي منهم عده اناس اللي من افريقيا اللي تنهبات الثروات ديالهم في افريقيا من طرف فرنسا ألغى مجلس الشيوخ الفرنسي المساعدة الطبية الحكومية المخصصة للمهاجرين غير شرعيين التي تسمح بالاستفادة من الرعاية الطبية وتحويلها إلى مساعدة طبية طارئة واعتمد مجلس الشيوخ بالأغلبية بلغت 200 صوت مقابل وثلاثين هذا الإجراء والذي يلغي المساعدات الطبية الحكومية وكان المهاجرون غير, غير نظاميون الموجودون فوق التراب الفرنسي يقيمون في فرنسا لمدة ثلاث أشهر على الأقل دون انقطاع ولا يتجاوز دخلهم حدا معي معينا يستفيدون طيلة طيلة من عشرين عاما من التغطية طيلة عشرين عاما من التغطية الكاملة للتكاليف الطبية والاستشفائية وسيتم تعويض المساعدة الطبية الحكومية بالمساعدات الطبية الطارئة التي تركز في حال دخولها حيث التنفيذ على إدارة الأمراض الخطيرة والآلام الحادة فقط يعني تكون فيك مرض خطير ولا عندك شي الام حاده جدا باش تلقى واحد المساعده طبيه من طرف دوله فرنسا يعني هذه هي دوله الحقوق وحقوق الانسان التي تتغنى بحقوق الانسان اذا صح القول ها آه هي الحقيقه ديالها بانت ندوزو للخبر الاخير متابعينا الكرام اللي غنختموا به الفيديو ديالنا وانا على امر ما بين المغرب واسبانيا اللي غيتفقوا عليه بخصوص السفراء المغرب واسبانيا يتفقان على تاجيل البث في اسماء السفيرين الجديدين الى حين تشكيل حكومه سانشيز كما عرفتوا كاع السفراء في العالم فاش كيفوتوا واحد المده معينه في شي دوله كيخصهم يتغيروا وجا الوقت باش يتم تغيير السفراء رغم عن ان هاد السفراء سواء ديال 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 المملكه المغربيه في مدريد ولا ديال المملكه الاسبانيه في الرباط عاشوا يعني واحد التذبذبات في العلاقات ودوزوا اصعب ازمه داز في التاريخ ما بين اسبانيا والمغرب وكذلك عاشوا احسن علاقات اللي في التاريخ ما بين اسبانيا والمغرب يعني جوج ديال الامور طرات في العهد ديال هاد السفراء هادو نشوفوا التفاصيل علمت صحيفه من مصادر عليمة ان المغرب واسبانيا اتفقا على تاجيل النظر في ان في أي تغيير دبلوماسي على مستوى سفيري البلدين في الرباط ومدريد إلى حين خروج الحكومة الإسبانية الجديدة إلى حيز الوجود والتي يتوقع أن يقودها رئيس الوزراء المنتهي ولاية بيدرو سانشيز الذي يتمتع بعلاقات جيدة بالملك محمد السادس والحكومة المغربية ووفق المعطيات التي حصلت عليها الصحيفة من مصادر مقربة من الدبلوماسية الإسبانية فإن مسألة تغيير السفيرين الإسباني بالرباط ريكاردو دياز هوشلايتنر والمغربية بمطريد كريمة بن يعيش مطروح على البلدين في إطار حركة الدبلوماسيين إذ عادة لا يستمر سفير في منصبه أكثر من أربع سنوات ما يعني أن الوضع بين إسبانيا والمغرب يظل استثنائيا وأورد المصادر ذاتها أن الاتفاق الحاصل بين دبلوماسية البلدين هو تأجيل النظر في الأسماء المقترحة لتولي السفارة إلى حين خروج حكومة سانشيز الجديدة إلى حيز الوجود وذلك إثر انتخابات يونيوز الماضي العامة السابقة لأوانها الأمر الذي احتاج لوقت بالنظر لحصول الحزب الاشتراكي العمالي على الرتبة الثانية بعد الحزب الشعبي يعني سبب هو مازال ما, ما كاينش حكومة اللي تقدر ذاك القرار ديال تغيير السفير كما عرفتو حكومة هنا في إسبانيا هي اللي كتاخذ القرار ديال تغيير السفير وهذا هو السبب الأساسي لإرجاء هذا الأمر هذا ديال تغيير السفراء طبعا الحال السفيرة كريمه بن يعيش اللي دارت عمل كبير بزاف تم تعيين ديالها سنه 2018 من طرف صاحب جلاله الملك محمد السادس اللي تب... لي... يعني لي... اه... القيام بعمل دبلوماسي هائل وقامت بكل يعني الجهود ديالها عاشت واحد الازمه اللي كانت غير مسبوقه والازمه اللي استمرت فيها الجاره الشرقيه ديال المملكه المغربيه الجزائر اه... كانت نيه مبيته ولا ما عرفناش شنو كان واقع تماك لكن كانت ازمه التي اثيرت واللي بطبيعه الحال كان سبب ديالها هو زعيم ميليشيات الوهم اللي دخل بطريقه غير قانونيه لاسبانيا من بعد كذلك السيده كريمه بن يعيش والسفير ريكاردو اللي حضروا حتى النقاشات اللي كانت ما بين المغرب واسبانيا في اللحظه ديال الاعتراف التاريخي ديال بيدرو سانتيز مغربي الصحراء واللي بعث من خلالها رساله الملك محمد السادس يعني في تاريخ اسبانيا عمر هذا الشيء هذا وقع اننا ندوزوا من علاقات متوتره للغايه لعلاقات جيده للغايه يعني من الاكستريم والاكستريمو يعني من من طرف لطرف من علاقات متدهوره علاقات جيده جدا فكنتمنى ان شاء الله باذن الله السفراء اللي غادي يجيو في المستقبل كذلك يستمروا على هذا المنوال هذا إن احنا اول من يهمه العلاقات الجيده بين البلدين الجاليه المغربيه المقيمه في اسبانيا بطبيعه الحال يهمها جدا العلاقة هذه العلاقات هذه تستمر من حسن لاحسن كذلك القرب الجغرافي من المملكتين كيفرض عليهم انهم يتفهموا بيناتهم من اجل شعوبهم باش الشعب الاسباني يكون عايش مزيان والشعب المغربي كذلك يكون عايش مزيان ان شاء الله باذن الله نتمنوا الخير للمملكتين أشكركم متابعينا الكرام على الدعم ديالكم على الحضور ديالكم دائماً معنا في القناه نشوفكم ان شاء الله فيديو اخر موضوع اخر تكون دائما في احسن الاحوال دمتم في رعايه الله